محاصرون في الأرض، منع عنهم العدو الماء والغذاء، فلم تبخل عليهم السماء بقطراتها. في وسط الألم والدموع يحتفل طفل صغير بقطرات الماء التي تنهمر من السماء، تغسل حزنه وتثلج صدره بعد كل ما شاهده من ألم الفقد. ينهل من الماء ويتحدث عن علاقة ربما هي التي تربط على قلبه وتمنحه القدرة على الحياة، علاقته بربه التي تشد من أزره. الله عرف إنه إحنا بنعاني وننزل المية من عينك. طفل حالم بصوت بريء مكسور مملوء بأهوال أطنان المتفجرات والمجازر على مدار أيام قاسية، يجمع الماء الذي أرسلته السماء، يتحدث بنبرة إيمان ترعب جيوش العدو، نبرة كلها ثقة بالنجاة وإرادة على التمسك بالحياة في مواجهة آلة حرب غاشمة.